إذن غادي نشاهدوا ملخص مباراة الرجاء البيضاوي ضد فريق الجيش الملكي. إذن فرجة ممتعة ونلتقي عند نهاية الملخص. حسين هذا المهاجم العراقي مهدي مبارك المعارض من فريق العين الإمارات، كنقول عنده سنوات لم يتابع له بداية الدوري يكون لك غياب. تضيع هذه المحاولة على فريق الرجاء يسري بوزوق من عادل زين الدين عبد الراق، نتابع هذه المحاولة. حكم لم يعلن أن هناك وضعية تسلل زريدة بالرأس ولكن ما كانش بالشكل الجيد، فقط تدخل ديال ربيع حليمات إخراج الكرة منصفة، حاول الدخول داخل منطقة جزاء تسديدة عرضية ولكن ما كانش بالقوة الكافية اللي كانت بواسطة نوفل العزروني. ثم الحكم اعتبر بأن الاصطدام كان اصطدام عفوي بين محمد زريدة وطيب محرز الفريقين، فالوقت الاتحاد الأولي يتمكن من انسلال دخول داخل منطقة الجزاء من طرف لاعب المدافع جوير مارو. لاحظوا كان هناك خطأ، لاحظوا نوف العزروني كيفاش أنه حافظ على يقوم بالخطأ وضربة جزاء يعلن عنها الحكم رضوان. أكيد جوزيف زيمباور يراهن على تجربة هذا اللاعب الملكي والرجاء خارج مستطيل العمليات. يسري بوزوق، إذا يسري بوزوق، يسري بوزوق الهدف الأول، هدف الأول لفائدة فريق كرة في الشباك، هدف أول، فرحة كبيرة للاعبين ولجنة الجزاء، هدف اللي أعتقد أنه غادي يحرك كيوضع الكرة في الجهة اليسرى لمرمى الحارس مهدي بن عبيد في الوقت، أعتقد بأنه سيشعل اللقاء وسيشعل المباراة. يسعى لإضافة تدخل إسماعيل المقدم، الكرة كتحول للزاوية، إذا الزاوية اللي فاتت فريق الجيش الملكي من طرف إسماعيل المقدم، هذا هو اللي غادي نتابعوه. القرار الرأسية ديال زهير مرور، إسماعيل المقدم، اللقطة من مختلف الزوايا من أجل الحسن جيد. ضربة جزاء للجيش الملكي، لقطة أقر على أن هناك لمسة يد وبالتالي ضربة جزاء هو اللي كيستعد لتنفيذ هذه ضربة جزاء بطريقة ممتازة، طريقة وبأي هدوء صراحة يحسد عليه ربيع حريمات. لائق على هدف يسري بوزوق ربيع حريمات كذلك من نقطة الجزاء وقائد مثالي حارس انس الزيتي. تابعت الكرة تابعوا هذه المحاولة داخل منطقة الجزاء، عبد الشاحن حضرات رفع الكرة ولكن بعيد شيء داخل منطقة الجزاء، تدخل اسماعيل مقدم نوفل العزروني. حكم فرصة الهدف، فرصة الهدف، فرصة الهدف، فرصة الهدف، جميل في فريق الرجاء. أي طريقة هو يتمكن من المراوغة، يضع الكرة ليسري بوزوق اللي فائدة فريق الرجاء. انطلاقة ديال نوفل العزروني من التمريرة، يسري بوزوق يضع الكرة في الشباك وهدف ثاني لفائدة فريق الرجاء، فرحة كبيرة. وكذلك يسري بوزوق في الشباك هدف ثاني لفائدة فريق الرجاء. هناك خلل على مستوى الدفاع ديال فريق الجيش الملكي لأن نوف فريق الرجاء وورقة حمراء، ورقة حمراء. عبد رجع الكرة للحارس انس الزيتي، عبد الحدرف مشى الكرة في حق اللاعب. الحكم مازال في حديث مع عبد الله خفيفي، اكيد المدربين المساعدين مارك اريك سيريا وداريان التركيبة البشرية باسم فريق الرجاء. سيكون لعبات الكرة، عبد الحدرف، تدخل الدفاع، تدخل لربيع حريمات، جماهير الرجاء كالعادة حاضر. لاحظوا بأن زيمباور كيتجه مباشرة عند زكي الوردي لفائدة فريق الرجاء، كتدخل ديال المنصف العبري، المقياس ديال المباراة وكذلك مع النقص العددي. إبعاد الكرة بطرف حاتم الصوابي، تبدأ الكرة الرأسية ديال اسماعيل اغورو المهاجم الطوغولي ولكن ما كانش علاقة. الايفواري الطوغولي اللي عنده جنسيتين، روجر اغورو الايفواري اللي لعب عنده امكانيات جيدة. انطلاقة إذن كما شفنا من خلال هذا الملخص فوز فريق الرجاء البيضاوي، إذن كان ملخص كامل
للشوط الأول من مباراة فريق الرجاء البيضاوي ضد فريق الجيش الملكي. كانت هناك ضربة جزاء لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، وأيضا كانت هناك ضربة جزاء أخرى لفائدة فريق الجيش الملكي. ومن بعد سجل فريق الرجاء البيضاوي الهدف الثاني، هدف جميل جدا، وكان أيضا طرد في المقابلة، طرد لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء البيضاوي اللي واصل الشوط الأول منقص العدد بعشر لاعبين فقط، وأيضا كان تفوق لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، وانتهى الشوط الأول بنتيجة إصابتين مقابل إصابة واحدة. إذا تفوق واضح لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. إذا كان هذا ملخص كامل للشوط الأول. شكرا على المشاهدة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا.